لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الكبائر عافانا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر. وقد سبق في مقدمة الكلام عن خطر الكبائر على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وكيف أن الله عز وجل ضمن لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ الحديث حول أول الكبائر، بل وعلى أعظم الكبائر وأقبحها على الإطلاق، ألا وهو الشرك بالله والعياذ بالله. الشرك بالله أول الكبائر وأعظم الكبائر. ولذا يدور حديثنا حول هذا الموضوع من خلال وقفات ثلاثة. أما الوقفة الأولى فهي: لماذا كان الشرك بالله أعظم الكبائر وأكبر الكبائر؟ وأما الوقفة الثانية فعنوانها: بداية ظهور الشرك في الأرض، متى بدأ؟ وأما الوقفة الثالثة فهي صور من الشرك المنتشر في الأرض. فنعود إلى الوقفة الأولى للبيان والشرح، وهي: لماذا كان الشرك بالله عز وجل أكبر الكبائر وأعظم القبائح وأشد الذنوب جرما عند الله عز وجل؟ والجواب عباد الله يجيب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وجه إليه السؤال من صاحبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذنب أعظم؟ ما هو أعظم ذنب عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود: إن ذلك العظيم. أي نعم، من هذا الإنسان خسيس الطبع دنيء الحال الذي يعيش في نعم الله عز وجل ليل نهار، الذي نعم الله لا تحصى عليه في يومه ونهاره، وهو الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، والله الذي ملك حياته فأوجده وخلقه ودبر شؤونه ورزقه، هو الذي يملك حياته وموته ويملك كل شيء. ثم يأتي هذا الإنسان الخسيس فيصرف لغير الله ما يصرف لله من عبادة لا تكون إلا لله. أن تجعل لله ندا هو خلقك. ومثال ذلك كثير، لكني أشير إشارة واحدة وسيأتي بعد ذلك صور معنا عندما نتحدث عن بعض صور الشرك والعياذ بالله. هذا الذي إذا نزلت به حاجة أو نزل به كرب أو شدة انطلق إلى قبر الولي الفلاني ووقف عنده وجعل يقول: يا سيدي فلان اشف مريضي، افعل لي كذا. هذا الإنسان والعياذ بالله جعل لله ندا، هو الذي خلق. الله الذي خلق وملك ودبر، ثم بعد ذلك يصرف ذلك لغيره، أي يصرف حق الله الأعظم وهو العبادة لغيره. ولذلك يبين لنا ذلك كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال جملة وعظية لنبي الله زكريا يعظ بها بني إسرائيل، يخوفهم من الشرك بالله، فيضرب لهم مثالا على المشرك وعلى حاله، فيقول لهم نبي الله زكريا وهو يخطب فيه، قال: وإن مثل المشرك كمثل رجل اشترى دارا بحر ماله
واشترى عبدا ثم قال لهذا العبد: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. هذه أرض مثلا التي أنا أعطيك لتزرع فيها، عندما تنتهي من الزرع أدي إلي ثمن هذا الزرع، أنا صاحب الأرض، أنا الذي أوجدتها وأوجدتك أنت، وأنا مالك كل شيء، فإذا عملت أدي إلي. قال نبي الله زكريا: فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سريره، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من من الناس يرضى أن يكون عنده أجير لا مفعول عبدا، تعطيه مالا وتعطيه أرضا وتعطيه ما ملكا وتقول له بعمل وأدي إليه، فيأخذ هذا ويصرفه لغيرك ويعطيه لغيرك، فأي خسة هذه والعياذ بالله؟ هذا حال المشرك. المشرك خسيس الطبع والعياذ بالله، لئيم الخلق، ينعم في نعم من خلق وملك ورزق ودبر شؤونه، ثم بعد ذلك يؤدي شكر هذه النعمه الى غيره. ان الكلاب اعزكم الله من اخص الحيوانات، ومع ذلك هي افضل من المشركين. ان الكلب اعزكم الله لو انك اسديت اليه نعمه عظمه تراه يطوف في فلك ولا يعرف غيرك، وتراه يطيعك في امرك ولا يعرف غيرك. لماذا؟ لانك ولي نعمته. هذا من الكلاب والحيوانات، فكيف لهؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل من خسه؟ ولذلك لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من الكبائر، بدا باعظم الكبائر هو الشرك. قال صلى الله عليه وسلم يوما هو يجلس بينهم: الا اخبركم باكبر الكبائر؟ ثم جعل يعد، وبدا صلى الله عليه وسلم وقال: الشرك بالله. الشرك بالله لماذا هو اكبر الكبائر؟ نعم، لانه اقبح القبائح واعظم الجرائم، ولانه الذنب الذي لا يغفر اذا مات العبد عليه. أي نعم، إن الذنوب كلها، الزنا، السرقة، شرب الخمر، القتل، كل الذنوب إذا مات العبد عليها ما تاب منها فإنه يرجى له عند الله أن يغفر له إن شاء، ولو أنه لم يغفر عذبه ثم أخرجه من النار لأنه موحد. أما الشرك فإنه الذنب الذي لا يغفر إذا مات العبد عليه، بل ولو جاء معه بأعمال هي ملء الأرض من الصالحات. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا مات العبد من غير توبة. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ما يخرجون من النار أبدا. بل وكما أشرنا إنه الذنب الذي لا تصلح معه الصالحات ولو كانت ملء الأرض لو مات العبد عليه، إنه يموت على عمل من الشرك لو جاء بأعمال الأرض الصالحة كلها لا تنفع، لا تنفع صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا جهاد ولا بر ولا دعوة ولا شيء إذا مات هذا العبد على الشرك بالله عز وجل. ألم تسمعوا تحذير الله عز وجل لصفوة الخلق وسادات الموحدين المتقين الأنبياء عليهم السلام؟ قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عنك ولتكونن من الخاسرين. لا ينفعك ولا صلاة ولا زكاة ولا حج. اعلم هذا أيها المسلم. بل أنا أقول لكم إن حديث اليوم أهم حديث يتكلم فيه الدعاة عن المنام في الدروس في كل الأحوال، هذا أهم حديث. لا تصلح صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا جهاد ولا أي عمل ستعمله،
إذا لم تصح عقيدة التوحيد عندك، إذا لم تمت على التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل هذا للأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لم تسمع قول الله عز وجل في المشركين أيضا ولمن ماتوا على الشرك ولو جاءوا بملء الأرض أعمال صالحة؟ قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له لأنه مات على الشرك. لقد غفر الله عز وجل لبغي ولم يغفر لخرابات نبي. نعم، غفر الله لبغي ماتت على التوحيد بعمل صالح يسير هو رحمة كلب عزكم الله، وهي البغي التي عاشت عمرها تزني ولم يغفر الله عز وجل لخرابات الأنبياء الذين ماتوا على الشرك كامرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح وعم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو طالب الذي ملأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم صالحات وخيرات، ومع ذلك هو مخلد في النار. لماذا؟ لأنه مات على الشرك والعياذ بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت، أي أبو طالب، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. وهو يعرف أن أبا طالب يفهم كلمة لا إله إلا الله، يعرف معناها ومقتضاها، لذلك رفض أبو طالب أن يقولها مخافة الملامة من المشركين أصحاب السوء، نعوذ بالله من صاحب السوء. الشرك أعظم الذنوب وأقبح الكبائر. نعم، لأنه كذلك الذنب أعظم الذي حذر الله منه الأنبياء، وحذر الأنبياء بل وتعود الأنبياء منه وهم الموحدون وسادات الموحدين، ومع ذلك كانوا يتعوذون من أن يقعوا في الشرك، وخافوا ذلك على أتباعهم الذين بلغوا من التوحيد والعقيدة ما بلغوا. فكيف يقال لنا عباد الله هذا إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام وأعلى كلمة الرحمن وأبقاها في قومه وشهد الله له بذلك، يقول وهو يدعو: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا رب نديني وأعشق عبادة الأصنام. الخليل الذي كسر الأصنام وهو إمام الموحدين يخاف على نفسه، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول في أتباعه المخلصين الذين ما عرفت الدنيا مثله، يقول لهم: أخشى ما أخشى عليكم الشرك الخفي. هؤلاء الذين ضربوا لنا المثل الرائع في خدمة قضية التوحيد، يقول لهم: أخشى ما أخشى عليكم الشرك الخفي. فما نقول نحن عباد الله؟ وما واجبنا نحن؟ وكيف لا نخاف على أنفسنا من الشرك؟ والأنبياء عليهم السلام تعوذوا من الشرك. إذن عباد الله، الشرك أعظم جريمة لما تقدم ولغير ما تقدم. ثم ننتقل إلى الوقفة الثانية وهي بداية الشرك في الأرض. إن هذا سؤال لا بد سيأتي إذا بينا أن الشرك هو أعظم جريمة. فما الذي جعل الناس يشركون بالله؟ ألم يخلقهم الله عز وجل على التوحيد؟ نعم، لقد خلق الله عز وجل الناس على التوحيد وفطرهم جميعا على التوحيد إلى يوم الناس هذا. كل إنسان يولد من بطن أمه يولد مسلما موحدا، حتى أولاد الكفار، حتى أولاد الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة لكنه بعد ذلك يسمونه محمد أو أحمد أو يسمونه جرجس أو بطرس أو غير ذلك. قال: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو
مصراني. فيبدأ الإنسان يخرج عن التوحيد وعن الفطرة بالبيئة المحيطة به بالمؤثرات التي يعيش فيها. لكن هذا أيضا جاء أيضا بسبب ما الذي أوجد هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفار والمشركين. إن ذلك عباد الله بدأ في زمن نبي الله نوح. كانت الأرض كلها على التوحيد 10 قرون بعد آدم عليه السلام، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. كانوا أمة واحدة على التوحيد، خلقوا وولدوا من ظهر آدم وظلوا 10 قرون في الأرض حتى القاتل الذي قتل أخاه ما كان مشركا، وظلوا كذلك 10 قرون على التوحيد. فلما كان زمان قوم نوح كان فيهم أناس صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء أو هذه أسماء رجال صالحين موحدين كانوا في قوم نوح. فكان كلما مات منهم رجل أوحى الشيطان إلى أتباعه: هذا رجل صالح، صوروا له تصاوير تتذكرونه بها، واجلسوا عند مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها بالخيرات واذكروهم عندها بالخيرات. ربما يكون في ظاهر الأمر في أوله أمر مشروع وجميل، وعودوا في الحتة اللي كانوا الأولياء دول يعودوا فيها، وعودوا يذكروا ربنا عند المكان اللي كانوا يذكروا ربنا عنده ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما مات هؤلاء أي الذين فعلوا ذلك، وجاء من جاء من بعدهم نسي العلم فعبدوه. بعد ما كانوا يعودوا عندهم هذا الحاج فلان الصالح ده كان بيتصدق ويصوم ويزكي وكذا، انقلبت الحكايات مع الزمان وصار هذا يقدر ويقدر ويفعل ويفرج الكروبات ويغيث المحتال ويلبي دعوة الداعي وكذا، كما هو الآن ينشر عند الأضرحة والقبور. أن أصحاب الأضرحة والقبور عندهم من القدرة على النفع والضر ما ينفعون به ويضرون. هذا معتقد من زمن نبي الله نوح الذي أرسل الله من أجله النبي نوح. وهكذا انتشر الشرك في الأرض وتتابع الأنبياء إلى أن وصلوا إلى أكثر من 124,000 نبي. قال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا كل عبادة غير عبادة الله. ولكن مع ذلك الشرك ظل ينتشر في الأرض انتشارا لا مثل هشيم، حتى صار الشرك في الأرض أكثر من التوحيد 1,000 مرات. انظر إلى الكفار في الأرض في كل زمان ستجدهم أكثر من المسلمين. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي خلقهم وملكهم ورزقهم ودبر شؤونهم وملك حياتهم ومماتهم، وهم ما يقدرون على شيء لأنفسهم، ومع ذلك أشركوا بالله وهم ينعمون في نعم الله عز وجل ليل نهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سفر منها كافرا شربة قدح. إن الكافر المشرك لا يستحق شربة الماء الذي جعله الله عز وجل، لكن الله يمهل، وهذا من عظيم رحمته، لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون. ولذلك انتشر الشرك في الأرض وعمت صور الشرك في الأرض لما لا يعد ولا يحصى. بقي لنا الوقفة الثالثة والأخيرة، وهي التي أشرنا إلى عنوانها، وهي صور من الشرك المنتشر في الأرض. لقد انتشر الشرك في الأرض كما أشرنا انتشار المال في الهشيم، بل وصل الشرك في بلاد المسلمين إلى أن صارت صوره أقبح من الشرك في بلاد الكافرين. أي والله إن أكثر الكافرين يعلنون الكفر صراحة، ولكنهم يعيشون حياة الشهوات البطن والفرد. لكن الشرك في بلاد المسلمين تعمق
وصوره أكثر ربما من بلاد الكافرين الذين أعلنوا الكفر صراحة. وسأضرب لكم أمثلة هي رؤوس مسائل إن صح التعبير، أو جمل أو قواعد على صور كثيرة لا تعد. هي خمس صور ثم أعقبها بخمس أخرى في شرك متفاوت، أي أن الشرك منه أكبر، مصاحبه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. ومنه ما هو شرك أصغر اختلف فيه العلماء، هل هو نفس مصير المشرك الأكبر أم لا، أو الشرك الأكبر أم لا. فأما الصور الخمس الأولى التي هي من الشرك الأكبر، فمنها تسمية الله عز وجل، تسمية غير الله عز وجل بأسماء لا تكون إلا لله، وهذا يسمى شرك في الأسماء والصفات. فتسمية غير الله سبحانه وتعالى أبا أو ابنا أو نحو ذلك، كما تسمي النصارى واليهود بعض أنبياء الله عز وجل، يقولون المسيح ابن الله، العزير ابن الله، وهذا كفر وشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل يرد عليهم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم رد عليهم بنظرية التناقض أنها لا تصلح في ذلك، لأن هذا أصل في المخلوقين. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ولعل بعضهم على بعض، هذه سنة المخلوقين يختلفون في الأرض، ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله وتعالى عما يصفون. وقال الله عز وجل: قل هو الله أحد، الإله واحد عباد الله، ليس له ولد، ليس له شريك، ليس له صاحب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا عنوان لقضية خطيرة كفر بها أكثر أهل الأرض، هم يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. ومن صور الشرك الأكبر كذلك المنتشر في الأرض اعتقاد بعضهم، بل ومن المسلمين خاصة، أن هناك مع الله من الأولياء والصالحين من يدبر الأمر، نعوذ بالله من الكفر. فيعتقدون أن هناك أولياء أو صالحون أو أئمة لهم مع الله تدبير. فالشيعة مثلا يعتقدون في أئمتهم آل البيت أن هؤلاء يملكون مع الله الضر والنفع والخلق والرزق وكذا وغير ذلك، وينسبون لهم هذه الصفات. كذلك أولئك الصوفية ينسبون ذلك إلى أخطابهم. واسمعوا إلى ما يمتلئ الآن به وسائل الإعلام الحديثة لهؤلاء المخرفين من الجهتين الذين ينسبون إلى المخلوقين ما لا يجوز إلا لله، فينسبون لهم القدرة على التدبير والضر والنفع وغير ذلك. قال الله عز وجل لأمثال هؤلاء في كل زمان ومكان يقطع لهم جذور شجرة الشرك، قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب لا يملكون، ما معهمش قدرة على أن يشاركوا الله في الملك. قال الله عز وجل: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له منهما من شرك، أي أنهم لا يقدرون على أن يكونوا آلهة، يملكون شيئا في السماوات والأرض ولا يملكون شيئا ولا يشاركون في الملك مشاركة. وما له منهم
من ظهير، ما لهم منهم من معاون، فكيف يأتي هؤلاء المشركون والعياذ بالله الذين يتسترون بالإسلام ويقولون الفلان الفلاني والإمام العلماني يملك التدبير في كذا وينفع كذا ويضر في كذا ويفعل كذا؟ هذا شرك بالله عز وجل. ومن صور ذلك عباد الله أيضا سؤال الحاجات وكشف الكروبات من غير الله عز وجل، هذا منتشر في بلاد المسلمين. وذهبوا إلى القبور والأضرحة وغير ذلك، ترون الغثاء الذي يبدأ عنده الجبين وتدمى له القلوب ممن يتسمون بأسماء المسلمين، يذهبون عند قبور الأولياء والصالحين وغير الصالحين، يا سيدي فلان اشفي مريض، يا سيدي فلان افعل كذا، يا سيدي فلان كذا وكذا، وهذا شرك بالله صريح. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هو ميت، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا بعبادتهم كافرين، هيطلع الولي إلى يوم القيامة والإمام وغيره يقول له: يا مجرم، أنا قلت لك اعبدني، أنا قلت لك اسألني، ونعوذ بالله من ذلك. ومن صور ذلك عباد الله أيضا الشرك المنتشر في أرض الله عز وجل، اعتقاد بعض الناس ولا سيما في المسلمين أن له حق الأمر والنهي والسيادة في حكم الله عز وجل، أي له الحق في أن يحكم ويأمر وينهى ويشرع أحكاما على أحكام الله عز وجل، وهذا لا يحل لأحد، فالحكم لله وحده، لأنه هو الذي خلق وملك ودبر ورزق ويملك الإحياء ويملك الإماتة ويملك كل شيء، فأولى أن يكون هو الذي يحكم، والذي يحكم في ماله كما يقول الناس ما ظلم، أما الذي يحكم في غير ملكه فهو الظالم. فيأتي من الناس من يجعل حق النهي والأمر والسيادة في الحكم بغير الله، يشرع القوانين التي تخالف حكم الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا هي عبادة. وقال الله عز وجل: ألا لله الأمر، ألا إن الأمر والحكم لله عز وجل. وقال الله عز وجل في أمثال هؤلاء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي كل نظام يخالف حكم الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أختم عباد الله ببعض الصور التي تنتشر أيضا في المسلمين من النوعين، أي متداخل بين الشرك الأكبر والأصغر بحسب عقيدة من يفعله، ومن ذلك إتيان الكهان والعرافين والمنجمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. وما أكثر ذلك في بلاد المسلمين، ولهم قنوات الآن تصل إلى المئات على الفضائيات. ومن هذه الصور كذلك عباد الله التي تنتشر في المسلمين الحلف بغير الله، ويكثر فيهم الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالكعبة ولكن قولوا رب الكعبة. وهم المسلمون يحلفون بالنبي وغيره ويحلفون بغير ذلك من الأشياء الدنيئة، فتراهم يحلفون بعيش الملح والعشرة بول والعشرة ولو تمي ولو تبويا ولو عيال. وتسمع كثيرا منهم إذا أراد أن يعزم اليمين يشرك بالله، يقول لصاحبه مثلا ويكلمه: والله كذا. يوم صاحبه يجادله يقول: أنت مش صدقني وغلاوة عيال، شرك بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارة ذلك أن يقول: لا إله إلا الله. لأن الحلف تعظيم
وأنت تعظم غير الله عز وجل. ومن صور ذلك كذلك عباد الله المنتشرة في المسلمين التشاؤم بساعات أو أيام أو أوقات أو أشخاص، ترى ذلك منتشرا في المسلمين، يتشاؤمون ويتفاءلون بأسماء وأشخاص وأفعال وأحوال ما أنزل الله بها من سلطان، كوجه فلان وسعد كذا ويوم كذا وحدث كذا، يتفاءلون أو يتشاؤمون، كل هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، أي الذي يجعل الإنسان يخدم أو يحكم، لأنه تفاءل أو تشاؤم. ومن صور ذلك كذلك عباد الله الأحوال والأقوال الخاطئة والاعتقادات في كلام كثير وأحوال المسلمين التي تنتشر في كل ساعة وفي كل مكان، فترى من ينسبون هذه الأمور إلى غير الله عز وجل، وهذا يصدق فيه قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أيها المسلمون، وهو مثل أن يقول الرجل: لولا البط لجاء اللصوص، ولولا الكليبة لدخل اللصوص. هذا مثال في زمن المعبد، وخذوا عليه في زماننا أمثلة لا تعد ولا تحصى، الذي يقول: لولا الطبيب الفلان لكان الرجل مات، لولا الخطة المحكمة لكانت المسألة فشلت، لولا مهارة الجنود لانهزمنا. أين الله في حياتك أيها المسلم؟ ولذلك تستحق أن تقول: لولا سخر الله البط الذي صح لدخل النص، لولا سخر الله الطبيب الحالق لحدث كذا، لولا سخر الله ورزقنا إحكام خطة لفشلنا، لولا ما أمد الله الجنود بالمهارة لحصل كذا. ونحو ذلك، وتسمعون ما تسمعون كأمثالهم وأقوالهم وعبارتهم. هذا الذي يقول للآخر عندما يسأله عن إنسان قد مات وهو لا يعرف، فيرد عليه الآخر يقول: ربنا افتكر. والله عز وجل يقول: ما كان ربك نسيا. أو الآخر الذي يتعوذ من شخص يريد أن يعتدي عليه أو نحو ذلك، فيقول لغيره: فعاد ربنا. هذا جهل شنيع موجود في المسلمين. أي صفة هذا؟ ومن أين أتيت بها؟ فعاد ربنا. قل أنا في ملاذ الله، قل أنا أحتمي بالله منك. هذا هو الموحد. وكقول بعضهم، وتسمعه من الذين يصيدون السمك ونحو ذلك، إذا اصطاد سمكة كبيرة يقول له: غلطة، والآخر يقول له: فيها غلطات. والله يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وغير ذلك عباد الله، أنا والله أنا أعرف أني أخطأت عليك، لكن أعلم أن هذا الحديث هو أهم حديث لكم في الدنيا والآخرة، الحديث عن التوحيد، عن عقيدة الإسلام. ما ينفعكم شيء، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر ولا جهاد ولا شيء، إن مات المسلم على الشرك والعياذ بالله. لذلك يجب على المسلمين أن يطهروا توحيدهم من كل صور الشرك كبيره وصغيره. قال الله عز وجل في هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن، أي في الآخرة، وهم مهتدون، أي في الدنيا. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم. ولذلك نعود عباد الله إلى مقدمة حديثنا، أن الشرك هو أكبر الكبائر، ونحن نتحدث عن سلسلة تناول فيها الكبائر، عافانا الله وإياه من الوقوع فيها، فإن الشرك أعظم هذه الكبائر، عافانا الله وإياكم من الشرك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.